الحصار الممارس على غزة بفلسطين المحتلة يخرج عن حيزه الجغرافي إلى حصار من نوع آخر يراد منه كبح حق الشعوب في تقرير مصيرها والنضال من أجل حريتها. ردود فعل واسعة رفضت القرار البريطاني المنتظر أن يصوت عليه البرلمان في قادم الأيام ودعت إلى ضرورة سحبه فوراً. شعبنا الفلسطيني بكافة قواه ومؤسساته موحد في رفض وإدانة قرار الحكومة البريطانية بإعلان حركة حماس منظمة إرهابية، ونعتبره توطئة وضوءا أخضر لدولة الاحتلال لمواصلة عدوانها وجرائمها بحق شعبنا الفلسطيني. الانحياز البريطاني الصارخ للمحتل ليس بالجديد، فقدم المحتل على أرض فلسطين وضعت عنوة وبدفع من قوى دولية تساهم الآن في تكريس الأمر الواقع ووأد كل محاولة للانعتاق من المحتل. الإرهاب ها هنا على الشاشات وفي مدن فلسطين وبين أحيائها، الإرهاب في قتل 15 طفلاً بدم بارد واعتقال 1149 آخرين منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر وفق تقرير لنادي الأسير الفلسطيني. فهل هو إرهاب حسبهم؟ ومتى يحاسب هؤلاء؟